تنضم إلينا من القاهرة محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسعار العملات. أهلا وسهلا بك معنا أماني. بداية إذن، حالة الترقب واضحة في أسواق العملات لقرارات البنوك المركزية، نبدأها اليوم بقرارات المرتقبة من المركزي الياباني، وكيف سيؤثر على أداء الين الياباني؟ نراه في حالة من التراجعات، وأيضا التوقعات تشير إلى الاستمرار في حالة التيسير الكمي التي طلقه المركزي الياباني تحديدا، والإبقاء على أسعار الفائدة كما هي. صباح الخير. طبعا يعني بدأت البنوك المركزية تستعد لقراراتها في خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، طبعا على رأسهم الفيدرالي الأمريكي بالأسبوع المقبل، ولكن أيضا اليوم الخميس تنتظر يعني الأسواق العالمية قرارات بنوك مركزية، أهمها طبعا قرار البنك المركزي الأوروبي. يعني أغلب التوقعات تشير إلى احتمالات توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وإن كان يعني البعض يرى أن يعني توجه البنوك المركزية أو توجه البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة بأكثر من ذلك قد تصل ل 50 نقطة أساس في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم، ولكن يعني هذا الأمر قد يكون مستبعد الآن، لأن طبعا أوروبا تعاني من توترات جيوسياسية، تعاني من نقص إمدادات في الطاقة، وبالتالي هناك العديد من الضغوطات التي يعني قد تتسبب في يعني نوعا ما تباطؤ البنك المركزي الأوروبي عن غيره من البنوك المركزية الأخرى في يعني تسريع وتيرة التسديد النقدي، على غرار مثلا بنك انجلترا الذي رفع الفائدة أكثر من مرة، والفيدرالي الأمريكي الذي يواصل تشديد السياسة النقدية. على الجانب الآخر أيضا الين الياباني يعني يواصل تراجعه أمام الدولار الأمريكي، نرى الآن الين الياباني مستقر عند مستويات 130 ين لكل دولار في الوقت الذي يعني تزداد فيه المخاوف من احتمالات الركود الاقتصادي، تباين الواضح في السياسات النقديه ما بين بنك اليابان والبنك الفيدرالي الامريكي الذي يسرع وتيره التشديد النقدي لياتي في الاخر او لياتي في النهايه لصالح الدولار الامريكي. نعم اماني، يعني في ظل هذه الترقبات وايضا يعني التوقعات تشير بان يقوم المركزي الاوروبي كما تفضلت برفع 25 نقطه اساس، لكن بعض الاقاويل في الاسواق تقول ب 50 نقطه اساس، هذا الاختلاف في التوقعات ايضا، وكيف سيؤثر بعد اتخاذ القرار، كيف سيؤثر على مسار اليورو؟ هل سنراه يرتفع إلى مستويات إيجابية أم سيبقى عند يعني نقطة التعادل بينه وبين الدولار بفعل القوة التي تمتع بها الدولار؟ يعني بالرغم من توجه هناك توقعات تدعم رفع الفائده الاوروبيه ب 50 نقطه اساس، الا انه عند النظر لواقع الامر بالرغم من ارتفاعات التضخم والتي نوعا ما تدعم يعني تسرع او تسريع المركز الاوروبي لوتيره التشديد النقدي، ولكن على الجانب الاخر كما اشرت هناك العديد من الضغوطات التي تواجه البنك المركزي الاوروبي، فاذا قام باتخاذ يعني مثل هذا القرار برفع الفائده اكثر من 25 نقطه اساس فقد يتسبب هذا في زياده الضغوطات على أوروبا، بالأخص مع استمرار نقص الإمدادات يعني من الطاقة واستمرار تباطؤ النمو الاقتصادي، استمرار تباطؤ أغلب القطاعات في منطقة اليورو بسبب التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا، وبالتالي يعني أغلب التوقعات الآن برغم من وجود توقعات ل 50 نقطة أساس، ولكن أغلب التوقعات الآن تدعم 25 نقطة أساس فقط، وبرغم من تلك التوقعات أو في وسط تلك التوقعات استقر اليورو من جديد أعلى مستويات الدولار، حاليا يستقر بالقرب من الدولار وفصلة يعني 1.02، ويعني هذا يأتي برغم من هناك توقعات بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة، ولكن طبعا التباين الواضح ما بين السياسات النقدية بين الفيدرالي الأمريكي الذي يسرع وتيرة التشديد النقدي، خاصة نحن نرتقب الأسبوع المقبل قرار جديد لرفع الفائدة الأمريكية في الوقت الذي يعني يحاول فيه البنك المركزي الأوروبي المضي قدما والبدء في رفع الفائدة. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.